عليكم خوتي خواتاتي، لاباس عليكم؟ كيبقيتو مزيان؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير، تشاهدوا هذا الفيديو ان شاء الله بصحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم واحد فصاله ديال القفطان ولا قميص بالطريقه ديال الكيمونو. عندي هنايا الثوب فيه 3 متر، انا ناقص عندي واحد 20 سنتيم. هذا خصو، هذا الموديل هذا خصو يكون فيه 3. هذه مولاتو ما طويلاش بزاف. هنا التوب جبته وطويته على 4، هو هنايا هذه هي الحاشيه، جبته وطويته على 2 في الطول، وليت عاود طويته على 4. هي عندي هنايا 3-4 ديال الطراب. هنا عندي مسدود من هذه الجهه، هذه فين غيكونوا الكتاف والكمام، عندي مسدود هنايا. ماما مولاتو ما بغاتش يكون فيه الخياطه في هذه الجهه هذه ديال الكتاف وديال الكمام، كاين اللي كيدير الخياطه هنايا، انا ما غنديرهاش. كنحطو الثوب ديالنا كما شفتو على 4، وكنحطو العبارات عادي. نجيو لهنايا نحطو الكتاف، عندي انا في الكتاف 44، كنقسموها على 2 كتعطينا 22، كنحطوها هكايا، حطو 22 ديالنا، ونزيدو عليهم الكمام. عندي انا في الكمام 58، هنا راه غيجيني ناقص شويه، غيبقى خاصني واحد 7 ديال السنتيم هنايا ديال الكمام، وغنديرها باندا، وغنجي لهنايا وغادي نهبط. هي مولاتو بغاتو شويه عريض، غنهبط لها ب 22 بحال هنا بحال الكتف، غادي نزيد لها، غنهبط لها ب 24، وهاد الجهه هادي غادي نخرج ب 22. نجيب المثلات، هاد الموديل هاد العام راه كان بزاف، كان موضة هاد الموديل هذا، كيدار في الجلالب وكيدار في القفاطن، كيجي زوين في اللبسه، خصوصا الثوب خصو يكون نازل فيه، ما يكونش الثوب واقف. هنا في الصدر عندي انايا 33، نزيد سنتيم ديال الخياطه، ونربط هنا 14، هنا 14 الحوض، من التركيز للبطن 14، ومن البطن للحوض 14. البطن عندي 31، نزيد الخياطة، الحوض عندي 35. هاد الموديل هذا كيبغي يجي عريض، يجي نازل ما يجيش مزير، باش كيجي في اللبسه النخوي. غادي ندير هاد الخط ديال الصبر باش غادي يبان لكم الخط العبارات، يبان لكم مزيان شنو كندير. هذا الخط ديال الصدر هو هذا، غادي نجي لهنايا لهاد البلاصه هادي، من الدور من الخط ديال الصدر للبطن، ونقسم هاد المسافه هنايا على 2. عطاتني 7 ديال السنتيم، غادي نخرج بهاد 7 هنايا. هادي شحال ما بغيتيوها تجي عريضه في هنايا جهه الصدر والبطن، الا بغيتيوها تجي عريضه اكثر يمكن لكم تقسموا من هاد البلاصه لهاد البلاصه، داكشي اللي خرج لكم هنا تخرجوا به هنايا. انا غندير لها هكايا غير من هنا لهنا 14 سنتيم، قسمتها على 2، ونخرج بهاد 7 هنايا باش ما يجينيش عريض بزاف. هنا غادي يجي، غادي ندير العرض ديال ليمونش. ليمونش عندي فيهم 17 في العرض، هاد الموديل هذا كيبغي ليمونش يكون شويه عرض باش يجي كله هابط في العرض. وغنزيد سنتيم ديال الخياطه هنايا، غادي نجيب البيستولي
وغادي نحطها، غندير هاد النقطه هذه ديال الصل من هنا للبط كما كنديرو في الصاله العاديه. نقلبو البيستولين عندي، ندير هنا من هاد الخط من هاد النقطه للحوض، تبرة خفيف بزاف كيتخسر. هذه هي هذا هو الخط ديالنا ديال البط، وهذا ديال الحوض، هذا ديال الصدر. غادي نجيو لهنايا، هذه هي داك 7 سنتيم اللي خرجنا بها. غادي نقور من هنا من خط الحزام، يمكننا نستعنو بالبيستولي، يمكننا نديروها غير بيدينا هكا. نجيب هاد الدوره هذه وربطها هنايا، نصيلها بخط لهنايا للمونش، نجيب البيستولي هنا غادي نجرها باش تبان لكم، حيت ما باين لكمش الخط ديال المونش. هنايا هذه هي النقطه ديال المونش، هنايا درت لها 17 سنتيم فهاد البلاصه هذه، خليت سنتيم ديال الخياطه. وغادي ندير البيستولي هكا مع هاد النقطه لهاد النقطه هذه اللي خرجت هنايا ب 7 سنتيم، وغادي نسير بخط. راه ساهله هاد الفصاله هذه، تبعوي معايا كما شفتوا. هذا هو الكم ديالنا، يجي هكا كيجي داير. الا بغيتوا تزيدوا تعرضوها اكثر، يمكن لكم تشدوا هذا الخط هذا اللي شديته انا من هنا من البط، يمكن لكم تشدوه حتى من هنا من المونش، تجيبوه داير حتى لهنايا، يجي عرض اكثر من هذا الشيء. صافي، نزيد نقورو شي شويه صافي. وهذا غنهبطو حتى الايفازي لتحت. هاد الكيمونو راه ما كيكونش ايفازي بزاف، كيهبطش ايفازي. هنايا غادي ندير لها انا 40، 40 راه كتجي مزيانه. نزيد نطلع باش يبان لكم هنايا، غادي ندير 40 ونزيد ثمن الخياطة 2 سنتيم. غادي نربط هنايا بخط هنا الحوض، هادي هي النقطة ديال الحوض. غادي نجيب هكا باش ندور، باش نجيبها دايره من التحت ما تجينيش طايحه من الجناب. هذا هو الخط ديال الصدر اللي درت قبيله ديال الصدر، هو هذا. غادي ندير فيه السنتيم هكا، وغنخليها لها انا على الطول لحقاش بحال جايه نيشان حدو قدو. عندي هنايا فيها 100 من خط الصدر لتحت اللوغلي، عندي فيها 100 109 غادي ندور بها نشوف فين جاتني. جاتني هنايا، وغادي نطلع هذا الشيء هذا، ها هي جاتني مهزوزه 3 سنتيم ونص من الجنب. وغادي نصيب هذا الخط هذا، ندي هكا نقور، ونجي هنا غنحط 8 سنتيم ديال الدوره ديال العنق. هاهي هنايا 8 سنتيم، ونهبط هنايا جوج الدورة ديال الخلف، جوج ديال السنتيم، وندورها هكا بيدي. دابا غادي نقطع،
هنا غادي نحيدو داك 3.5 اللي قلت لكم طلعت بيها في الجيم، غادي نحيدها، غادي نخرج غير من هنايا من المنتصف. صافي باش ما تجينيش طايحه من الجن، غنحيد هاد الطريفات هادو حتى غادي نكمل بهم الكم داك 8 سنتيم اللي بقى خاصني في الكم. وغادي نجيب هنايا غنحيد، غادي نحل هاد الدوفا ديال الامام، غادي نحلهم، غنحلهم غير نص طوق على حسب غندير لها الراندا، نص طوق. نحيد الخلف، نشد هكا في ديال الامام، نشد فيها باش ما يتخسر ليش المنتصف. هنا كما شفتوا حليتهم، هذه ديال الامام، الدوفا ديال الامام، وهذه ديال الخلف. غادي نجي لهنايا غادي نهبط 9 ديال السنتيم، وغادي ندورها لهنا. هذا هو المنتصف ديال الدوره ديال العنق، غتبقى لنا هذه ديال الظهر، ما غاديش نزيدو نهبطو فيها حيت هبطنا فيها 2 سنتيم ديال الظهر. وهذه ديال الامام غنزيد ندور فيها، نهبط فيها 9 وندورها هكا. هنايا هنا في المنتصف في غيكون عندي الراندا، انا هبطلها 36، اللي طويل راه كنهبطو له حتى 40. صافي ونحلو، نحاول ما نخسرش هاد الطويه عندي باش ما يجينيش الفتحه مايله ولا شي حاجه، نحاول نخليها في المنتصف نيشان. صافي هذه هي الحله ديال الاخر ديال الامام. مشتو هكا، هنا غتكون عندها الراندا. انا نشوف ان شاء الله الموديل اللي غادي يدير فيه، لا هذا دابا نصورو معاكم ان شاء الله الموديل ديال الراندا اللي بغات تخدم الراندا راسها. وريتكم الطريقه ديال الفصاله، نوريكم الطريقه ان شاء الله ديال الراندا اللي بغات تخدم شي قميص الراسه خفيف هكا، راه ساهل. دابا غادي نزيد داك 8 ديال السنتيم اللي عندي في الكم، اللي غنزيد هنايا في الكم حيت ما جاني ناقص. كيما شفتو انا قديت هنا هاد الطرف، راني درتو على 4 هكا، طويتو على 4 جبتو من هنا قديتو بالمقص، حطيت عليه هذا، حطو بهاد الطريقة هادي، ندخلو واحد 2 سنتيم ديال الخياطة اللي غتكون عندي هنايا، من هنا غنلاقيه بالراند على 1، وغنزيدلو داك 8 سنتيم اللي باقا خاصني في الكم، هاهي 8 سنتيم، ونزيد 3 سنتيم ديال الخياطة ديال السورجي. هاهي عندي 17، صافي ونسير بخط هنايا هاد البلاصة هادي فين عندي. وهنا غادي ندير الخط، شفتوا هذه الكماله ديالكم ديالنا هي هذه. هذا هو القفطان ديالنا، نتمنى ان شاء الله يكون الشرح فهمتوا منه شي حاجه ويكون باين، راه ساهل. ان شاء الله نوريكم الخياطه الموديل الراندا اللي غادي دير فيه مولاتو، حتى نشوفها ان شاء الله شنو غادي دير فيه، وداك الساعه نصوره معاكم. والسلام عليكم ورحمه الله.